وصلنا للقسم الأخير من بتحلى الحياة. 14 تشرين الثاني هو اليوم العالمي للسكري. اختاروا هالنهار لأنه مكتشف الأنسولين فريدريك بنتينغ خلق بهيدا النهار، وشعار هالسنة هو السكري والعائلة. وطبعا الوقاية والوعي حول هالمرض ضروري جدا، وكلنا بنعرف أنه الغذاء بيلعب دور كبير يعني خفض معدل السكري أو حتى القضاء عليه، بس ما بنعرف إذا الماتشا تي من بين هالأغذية. هون ماريا فرح أكيد رح تخبرنا عن هيدي النبتة ورح تقولي لنا إذا بتفيد لكل مرضى السكري. الماتشا تي بتفيد كتير وإلها فوايد كتيرة، وهول الفوايد عم يستفيدوا منهم العالم صار لهم مئات السنين. يعني هلأ يمكن بلشنا نشوفها للماتشا تي شوي بالسوق وعلى السوشيال ميديا، الناس بلشت تحكي فيها، بس هي منها ترند جديد، يعني صار لها زمان كتير بالسوق عم بيستفيدوا منها. أكيد بتساعد، بس لحالها ما بتعطينا النتيجة. يعني نتوقع أو ننتبه على حالنا من مرض السكري، أكيد طريقة الأكل لازم تكون صحية، لازم نضل بوزن صحي، وأكيد الستريس بيأثر على كل شيء، والرياضة نضل هيك حركين. فالماتشا، الماتشا هي نوع من شاي أخضر. بس شو بيفرقها عن الشاي الأخضر؟ هي إنه بتقطع بمرحلة شوي غير بالتنقية بالتنشيف بكل هول الأشياء. بتبلش كنبتة الشاي الأخضر، شجرة الشاي الأخضر، بتنحط بالفي قبل بشي جمعتين أو ثلاثة قبل ما ينقوا الوراق. ليه بتنحط بالفي؟ حتى تحفظ الكومباوند اللي اسمه كلوروفيل، هيدا الكومباوند يلي بيعطيها اللون الاخضر وهو يلي بيوزع التغذيه بقلب الورق. فبس تحفظ سوري تو ات كونسنتريتس الكلوروفيل بتصير يعني تكون مركزه اكثر. مزبوط، هون بيقطفوا الورق بينشفون وبيطحنوهم بطريقه كثير كثير ناعمه، بيصير لونهم شوي أغمق من اللون الشاي الأخضر العادي، وكمان لون أغمق وفيها الأنتي أوكسيدنتس والنيوترينتس أكثر، أعلى بكتير من الشاي الأخضر. أوف، يعني الناس لازم يتوجهوا على الماتشا تي أكثر من الجرين تي. yes. وردي الجرين تي عنده منافع عديدة. مزبوط، وفيها فنجان الماتشا فيه 137 مرة أكثر نيوترينتس من فنجان الشاي الأخضر، وفنجان ماتشا قد 10 فناجين شاي أخضر من ناحية المنافع. مزبوط. ليه الفرق؟ لأنه بالماتشا عم بياخدوا هيدي الورقة وعم بيطحنوها كلها، عم بيشيلوا أكيد العروق منها وعم بيطحنوها كلها وعم نشرب الورقة كلها، يعني عم نستفيد منها كلها. بينما الشاي الأخضر عم بياخذوا الورقه المستخلصه. يس، وما يعني نحن عم ننقعها بالمي وعم نكبها بس نخلص، ما عم نشرب الورقه الكامله. مزبوط، سو ما عم ناخذ كل هالمنافع يلي كنت عم تحكينا عنها. مزبوط، يس. فهيدا هو الفرق بين الماتشا وبين الجرين تي. هي من فرد بلانت بس منافع اكثر لان طريقه استخدامها مختلفه. عم نشوف نحن هلا بعض المنافع، فيها منافع بعد اكثر كمان واحلى للوجه والبشره. بتستعمل كوزماتيكلي ببرودكت كوزماتكس للبشره، لانه الانتي اوكسيدنتس فيها عاليه، بتنعم البشره، بتساعد ضد النشاف، ضد التجاعيد، ضد تغيير اللون البشره مع الكبر، يعني بيتغير لون البشره كمان، بتساعد اذا في الاكني الحبوب، الى فوائد جماليه كثير وصحيه كمان. وحتى اتس كومبيربل للقهوه، يعني الماتشا تي كمان فيها مستوى كثير عالي من الكافيين. بس الشيء الحلو فيها انه ما بتاثر بطريقه، يعني ما بتعطينا دقه قلب سريعه اذا كثرتها للاشخاص اللي بتضايقوا، ما بتخلينا نرجف، لانه فيها كومباوند اسمه الثيانين. هذا الكومباوند بيعطي الافكت الريلاكسيشن. سو القهوه بتسبب الارق يعني لبعض الناس. yes. الماتشا تي مش موجود هيدا، بتعطينا بناخذ منافع بس. مزبوط، يعني بتوعينا، بتعطينا الانرجي وكل هيدا، بس بنفس الوقت بتخلينا رايقين. مزبوط، وبتحسسنا هيك بنعرف كثير اشخاص ما بيقدروا يشربوا قهوه من وراء هالسبب. هلا بينصحوا كمان انه ما تنشرب بالليل مأخر، لانه فيها كافيين عالي، وبينصحوا كمان انه ما تنشرب كثير بالنهار، لانه الليف الكامله عم ناخذها، يعني اتس فيري كونسنتريتد، سو بيقولوا انه ما تنشرب كثير. وكمان بين مدير الست
سايد افكتس لانه كثرت كل شيء يعني كثرت الشاي حكي حلا شاي له سايد افكتس يمكن معينه بس كل شيء يعني مثلا اذا شربناها بالليل ممكن الواحد يقلق او بس دائما هن عاده بيقولوا وقت يكون المكونات طبيعيه ما بتاذيك بس انه الافضل كل شيء مثل ما بتقول ماريا باعتدال المودريشن يعني الفوايد مثلا بتساعد ضد ال الضغط بترجلش الضغط بتحمينا من مشاكل القلب حتى بتساعد الميتابوليزم انه يقوى وكمان في دراسات بينت انه قبل سبور يعني منيحه كمان قبل سبور بعد سبور وكمان بتساعد بالكانسر سيلز بتخليهم بتبطئ الكانسر سيلز من انه ينمو بسرعه يس فلها كثير فوائد واكيد لحالها ما بتعطينا النتيجه اللي بدنا اياها يعني صح. بلا السبور اوكي بيعلى الميتابوليزم تبعنا بس بدنا سبور اكيد بدنا اكل صحي نظام غذائي صحي بدنا نشرب مي كمان كثير للبشره يعني كل شيء مع بعضه بيؤدي للنتيجه اللي نحن بس لازم يكون موجود بكل بيت يعني من بعد كل هالفوايد انا هيك بنصحكم هلا هي مره شوي يعني انا اول مره دقتها كثير مره لانه كثير كونسنتريتد بتحسي كانه عن جد عم تاكلي ورقه شجره هالقد بس بتعود عليها وبعدين فينا نضيف لها عسل حليب بتنحط العسل اكيد افضل من السكر يعني اكيد بنقولها كل الاشخاص السكر طبيعي بتنحط بسموذيز مع فواكه مع خضره حتى هلا بلشوا يعملوها اكيد مش بس هلا بس يعني عم نشوفها كثير بالكيكس وكوكيز ومافنز حتى بالعجين صاروا عم بيعملوا عجين من الماتشا يعني بننصح كل الاشخاص يعتمدوها اكثر بحياتهم اليوميه لان مثل ما ذكرتي منافعها عديده شكرا لك ماريا فرح اكيد نحن بنكون انتظارك الاسبوع المقبل نحن